değerli basın mensupları, sevgili halkın, kiram, şahbi, sandığa gidip aziz, oy kullanan tüm kadime, seçmenlere yürekten teşekkür ederim. لدلاء بأصواتهم وخاصة الشباب والنساء ومشاركتهم بنسبة عالية جدا، نحن نشعر بالسعادة من ذلك. وفيما يتعلق بحوالي 90% هي معدل ظهور الانتخابات أو أداء الانتخابات، كلها مهمة جدا، حتى افتراءات وما شابه ذلك، فإن أردوغان لم يستطيع أن يصل إلى نسبة الأصوات الذي كان يطلب به. لا يمكن فوز بالانتخابات في الشرفة. لا زالت المعلومات تتفق حتى الآن. الشعب إذا كان يقول الجولة الثانية فهذا على الرين والرأس. نعم، سنقوم بالفوز في هذه الانتخابات حتى في الجولة الثانية، والكل سيرى ذلك. طبعا النتائج المؤقتة تشير بأن أردوغان لم يحصل على الثقة الذي كان يطلبه من المجتمع، ولهذا السبب نرى بأن حزب العدالة والتنمية قد فقد الأصوات. وخلال الأيام 15 المقبلة من أجل تركيا ومع شعبنا، فإننا سنريد من أجل أن نجلب العدالة والحق والحقوق، سنواصل نضالنا في هذا السطار ليكون شعبنا مطمئنا. سنفوز ونفوز وسنجلب الديمقراطية إلى هذا البلد. شكرا جزيلا لكم.